أيتها النملة كم يكفيك من الطعام في العام الواحد؟ قالت يكفيني 3 حبات من قمح أو شعير. فقام سليمان عليه السلام وأخذ هذه النملة ثم وضعها في علبة ووضع معها 3 حبات من القمح، ثم فتح فتحة صغيرة ليدخل الهواء على هذه النملة وتركها. وبعد عام كامل جاء إلى هذه النملة وفتح عليها، وإذا بهذه النملة أكلت حبة ونصفا فقط. فقال لها سليمان: أنت تقولين أنت تأكلين 3 حبات في العام، فلماذا أكلت حبة ونصف؟ فقالت: يا نبي الله، لما كنت حرة طليقة كنت أعلم أن رزقي على الله فلن ينساني، ولما كان رزقي عليك أنت خشيت أن تنساني. نملة تعلمنا العقيدة، تعلمنا كيف نتصرف في الأزمات، تعلمنا كيفية الادخار، تعلمنا أن الله الواحد القهار هو الرزاق وحده، هو الرزاق وحده. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.